نساء لا يرون رقابهن إلا مرة كل 10 أعوام، يصل طول عنق الواحدة منهن إلى 40 سنتيمترا، فالدليل الدامغ على الأنوثة في قبيلة الكيان هو طول عنق المرأة ولا شيء سواه. تعيش قبيلة الكيان في ولاية كيالا عند الحدود بين تايلاند وبورما، تتميز بأعناق نسائها الطويلة جداً الملقبات بالنساء الزرافات. يصل عدد الحلقات إلى 25 حلقة ترتديها بعض النساء مدى الحياة، إذ تعتقد المرأة أن العنق الطويل يزيد من جمالها وجاذبيتها ويجعلها أكثر أنوثة في عين رجال قومها وأوفر حظاً في الزواج. تطلق القبيلة على خواتم العنق اسم أساور الثعبان النحاسية. تضع الفتاة أول طوق في سن 5 وتخلع هذه اللفائف مرة كل 10 أعوام، وهي المرة الوحيدة التي ترى فيها عنقها. أما عملية خلعها فتعد شاقة وحساسة، لأن أي حركة خاطئة قد تكلف المرأة حياتها. يعود عمر هذا التقليد إلى قرابة 1000 عام. يعتقد أهل القبيلة بأن هذه الحلقات تمنع عن المرأة هجوم الحيوانات المتوحشة وتحميها من تجارة الرقيق. وعلى الرغم من أنها تسبب الكثير من الألم والانزعاج، فإنها أصبحت اليوم مصدر دخل للقبيلة من خلال استقطاب السياح الراغبين في التقاط الصور مع النساء الزرافات. تحرم القبيلة على المرأة التخلي عن هذه الحلقات إلا إذا اتهمت بالخيانة، وهو أحد أنواع العقاب بحقها، لأن خلعها قد يعرض رقبتها للكسر فتصاب بالاختناق فوراً وتلقى حتفها. في رأيكم، هل هذه العادة رمز للجمال أم طوق للعبودية؟